الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الدروس المهمة لعامة الأمة. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وصلنا إلى الدرس الثامن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الدرس الثامن، واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ذكر هنا الواجبات. بعد أن ذكر المصنف شروط الصلاة وأركانها، ذكر هنا واجبات الصلاة. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن واجبات الصلاة ثمانية، والواجبات هي أقوال وأفعال تجب في الصلاة، تجبر إذا نسيها المصلي بسجدتي سهو، وإذا تركها عامدا بطلت صلاته، والواجب الأول من واجبات الصلاة هو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهذه التكبيرات واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وتسمى هذه التكبيرات بتكبيرات الانتقال، وقد جاء عند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وكان إذا قالها الصحابي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على الدوام غالبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: فإذا كبر الإمام فكبروا، الثاني والثالث قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده
وقول ربنا ولك الحمد. أما سمع الله لمن حمده فهي للإمام والمنفرد، وهذا هو مذهب الجمهور. ويرى الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه الألباني إلى أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، إلى أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب مرجوح. وقول سمع الله لمن حمده يقوله المصلي إذا قام من ركوعه، يقوله المصلي إذا قام من ركوعه. أما الثالث فهو قول ربنا ولك الحمد، فهذا يقوله الإمام والمنفرد والمأموم، فهذا يقوله الإمام والمنفرد والمأموم. إذا استوى قائما، إذا استوى قائما، وقد ثبت قول ربنا ولك الحمد بأربع صيغ، بأربع صيغ. أولها ربنا لك الحمد، أولها ربنا لك الحمد بغير اللهم وبغير الواو، أولها ربنا لك الحمد بغير اللهم وبغير واو. الثاني قول اللهم ربنا لك الحمد، الثاني اللهم ربنا لك الحمد، الثالث ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وبغير اللهم، الثالث ربنا ولك الحمد، الرابع اللهم ربنا ولك الحمد، الرابع اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم والواو، بإثبات اللهم وبإثبات الواو. الواجب الرابع والخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. أما قول سبحان ربي العظيم فقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وقد ثبت ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذين الذكرين في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. وأقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين ثلاث مرات،
وأقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين 3 مرات أنه كان يقول سبحان ربي العظيم 3 وسبحان ربي الأعلى 3، وهذا هو الأحوط أن لا ينقص المصلي عن 3 مرات. والقول بأن أقل هذا الذكر مرة لا دليل عليه، والقول بأن أقل هذا الذكر مرة لا دليل عليه ولا حجة تدل إليه. ويمكن أن يزيد فوق 3، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيامة، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وسجوده قريبا من ركوعه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يخلي هذه المواضع من ذكر، فإنه كان يطيل هذا الذكر ويكرره أكثر من مرة. الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقد ثبت ذلك عند النسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. والمراد في هذا الموضع أن يعمر بذكر، فقد ثبت قول رب اغفر لي والمراد تكرار والمراد تكراره، وكذلك ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الواجب السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، والدليل على التشهد الأول ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعتين التحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعتين التحية. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يحسن صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وفي الصحيحين قال
قال النبي صلى الله عليه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدرس التاسع، وهذا الدرس قال هو بيان التشهد. بيّن فيه المصنف رحمه الله تعالى التشهد، وذكر بعض الأدعية التي تكون بعد التشهد. والعناية بالتشهد لها أصل في السنة، والعناية بالتشهد لها أصل في السنة، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة صيغ من صيغ التشهد، عدة صيغ من صيغ التشهد، منها تشهد عمر رضي الله عنه، وقد أخذ بتشهد عمر مالك رحمه الله تعالى، ومنها تشهد ابن عباس رضي الله عنه، ومنها تشهد عائشة، ومنها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها غير ذلك. وأصح صيغ التشهد سندا هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله تعالى، وأحمد في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، وهو هذا الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى، الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى.
وقد ذكرنا أن التشهد ينتهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين التشهد. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى كذلك أيضا. فالتشهد الأول فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد الثاني كذلك فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها عدة صيغ كذلك ومعاني الكلمات الواردة في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة التي ينبغي أن يقف عليها طالب العلم ومعنى التحيات لله أي أن جميع التعظيمات لله عز وجل ملكا واستحقاقا والصلوات قيل أي أن جميع الدعوات تكون لله عز وجل ولا تكون لغيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي، هذا فيه الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلامة والرحمة، والذي يدعى له كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، والذي يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل، وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قيل من أراد أن يدعو له كل المسلمين على وجه الأرض فليكن صالحا، فإنه ما من مسلم إلا ويدعو في صلاته للصالحين، فمن صلح ودخل في زمرة أهل الصلاح نالته دعوة عامة المسلمين في اليوم أكثر من 10 مرات أو أكثر من 5 مرات. ثم بعد أن ينتهي من التشهد يستعيذ بالله في التشهد الأخير من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والاستعاذة بالله من هذه 4 ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم
من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. الحديث: فليستعذ بالله من أربع. الحديث. قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتخير، يعني بعد أن ذكرت الاستعاذة بالله من أربع، ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء. وأفضل الأدعية هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر منها المصنف دعائين أول أحدهما قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق على أمرين: آخره الملاصق له، والآخر آخره المنفصل عنه. وهذا الدعاء يقال في دبر الصلاة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أن ما ذكر أنه دبر الصلاة من أدعية فهو قبل السلام وما ذكر أنه دبر الصلاة من أذكار فهو عقب السلام والدعاء الثاني: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الدعاء ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، فدله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا الدعاء يحتمل أن يدعو به في سجوده، فإن السجود في الصلاة من مواطن الإجابة، ويحتمل أن يكون في آخر الصلاة وله أن يدعو بغير هذين الدعائين. ثم ذكر المصنف هنا قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. فإن جمع في التشهد الأول بين ما يسمى تشهدا وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل عند الشيخ رحمه الله تعالى، وأفضل عند غيره من أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.
أستغفرك وأتوب إليك. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونواصل الأسبوع القادم.